السلام عليكم، معكم ام سي طالب من مدينه سوق الاربعاء الغرب، المدينه التي لا شرى بالعين المجرده. اخوان ديالي جيت اليوم باش نازر خويا وحبيبنا مشكره. قبل والله نقول لكم واحد الكلمه من هذا المنبر الاعلامي، كنت كنشك في القضاء المغربي واليوم وليت كنرفع القبعه للقضاء المغربي. الله ينصر كل مظلوم في هذه البلاد، الله يجعل ربي ينصر الحق، يا ربي تنصر الحق في هذه البلاد، وحنا باغيين غير الخير. وتحيه لكم وتحيه للناس ديال الهيبه. المهم حنا عندنا الاصل مدينه العريش وجينا دابا مدينه سوق الاربعاء الغرب. حنا كنمثلوا بزاف ديال الناس اللي ما قدروش يجيو، راك عارف كاين اللي عنده ظروف، كاين ما حنا بعدا جينا نشوفوا خونا محمد بن نيس الملقب مشكره، اللي واحد الانسان اللي اش غنقول لك ما غاديش انسان كيبغي الخير للناس، ما كيدير حتى شي حاجه، ما هو نصاب، ما هو كيدي ديال عباد الله، ينصب بناس اللي هما مراد، ديما كيعاون الناس وكيبغي الخير للناس. والحمد لله هذا النهار هذا هو بان بان كاين الحق وكاين القضاء عادل، والحمد لله وعاش الملك، وحنا كنبغيو غير الخير لهذ البلاد. ما كنهضروش حنا باش نوضوا الفتنه ولا شي حاجه، حنا كنبغيو الخير للبلاد، وهذا السيد كذلك هو كيبغي الخير للبلاد، وربي راه طلق سراحه بالدعوات ديال والديه وديال الناس اللي كيبغيوه، وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم. الدار البيضاء بالضبط من هراويين سالميه 2-04، جيت باش كنازر الصديق ديالي والاخ ديالي اللي مولده جوج ليا الوالده ديالي، الاخ محمد بن نيس ملقب مشكره، اللي كان ديجا كنطرق لواحد الموضوع ديالنا. كان واحد السيد طرى منا على واحد الارض وجميع الصفحات الالكترونيه حتى شي واحد مع انتباه ديالو للامر، الا هذا السيد هذا اللي كان تعاق في القضيه ديالنا وان تحمل على العتيق ديالو يدوي بالاسم ديالنا. والحمد لله كان واحد التجاوب كبير من طرف شعب الفيسبوك، ولاد الشعب، الصفحات ديال ولاد الشعب والصحافه الحره المستقله والناس حقوقيين مستقلين. وهذا الشيء هذا اللي خلى الامر ان صاحب الجلاله يسمع الصوت ديالنا ويعطي الامر ديالو باش انه يتعاود يتفتح تحقيق وتعاود المسطره من جديد، والارض ديالنا اللي كان طرى منا على واحد السيد عاودت رجعت لنا بالفضل ديال صوت الشعب مشكره. وهذا السيد هذا حق وراءه طالب، يعني من هذا المنبر كنقول ان العداله تنتصر، ان صوت الحق وصوت الشعب ينتصر. يعني الناس اجتمعوا في شخص، يعني جميع الاطياف ديال المغرب، جميع الفصائل، جميع الحقوقيين، جميع المجتمع المدني وكذلك الشعب، اذا كلهم اجتمعوا في التضامن مع هذا الشخص الا لشيء واحد، الا انهم لمسوا في هذا الشخص انه بريء اولا، وانه انسان يدافع عن الحق. هذه الاشياء كامله تجمعت في محمد بن نيس، وانا من هذا المنبر كصديق ديالو اللي كنعرف ربما الحياه الشخصيه ديالو وعارف عليه بزاف، هذا السيد انتصرت ليه اليوم العداله، وانتصر بالنيه ديالو، وسبحان مدبر الاشياء. يعني عياو ما يدبروا عياو، ولكن ضروري انهم جاتهم غمامه على عينيهم وزلقوا في شي حاجه ديال السذاجه وديال الغباء، جعلت من مشكرة انه ينتصر باش بالنيه الصادقه ديالو، بالسلوك ديالو الحسن، بهذاك الشيء الزوين اللي في قلبه، وهو اليوم حر طليق. اليوم كنعانقوه بحب، اليوم الشعب فرحان بان العدل انتصر، شحال من واحد جدد الثقه ديالو بالعدل المغربي. كلنا اليوم فرحانين لاننا حسينا بانتصار ديال الديمقراطيه، انتصار ديال النزاهه، انتصار ديال لمسنا بعد واحد اخيرا لمسنا شي حاجه زوينه في هذه البلاد.